السلام عليكم إخواني أخواتي مشاهدينا الكرام داخل وخارج أرض الوطن، مرحبا بكم في فيديو جديد وتسافرة جديدة. فيديو اليوم من طريق من فنيدق في اتجاه القصر الصغير، وللمسافة ديالها 33 كيلومتر حوالي 42 دقيقة ديال السياقة عبر الطريق الوطنية رقم 16، واللي هي عبارة عن طريق سريع ثنائي من جهتين على تراب عمارة المضيق فنيدق ثم إقليم الفحص أنجرة، مرورا على ميناء طنجة المتوسط التحفة العالمية. طريق فيها مناظر ساحرة، الجبال الخضراء المطلة على البحر الأبيض المتوسط والقارة الأوروبية. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك إذا كتشوف قناة أول مرة، وفرجة ممتعة. Thank you.
Thank you.